بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بكم معنا في كورس ادوبي الستريتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا لما بنجيب برنامج الادوبي الستريتور وبنعمل نيو وبنختار مثلا برنت لي اي 4 مثلا اي حاجه وندوس على كرييت، بيبدا يعمل لي الشغل بتاعي زي احنا ما عارفين، والارت بورد بتكون ليها لون. طب هل اللون ده بيأثر عليا؟ طبعا انا كديزاين بيأثر عليا في بعض الحالات. هو هنا حاطط لك لون ابيض لان هو الصافي، هو اللي بيبدا الرسام يشتغل عليه. حلو كده. طيب انت دلوقتي اللون ده شغال معاك زي الفل لما بتيجي تعمل الوان مثلا زي كده، عندك لون زي كده مثلا تيجي تشتغل بيه، ترسم شكل معين، تعمل الكلام ده كله زي الفل. تمام، زي الفل. تيجي تختار لون تاني مثلا زي كده مثلا، واخد بالك، زي الفل ماشي. في بعض الاوقات بتشتغل بألوان فواتح جدا، يعني زي كده مثلا، واخد بالك، هو مش ابيض، يعني اللون اللي انا اخترته ده ما هوش ابيض، هو لون بس ايه، اتقل من الابيض شوية، خدت بالك. فبتحتاج ان انت تبقى البيئة بتاعتك تكون غامقة او على حسب. تمام، ففي الوقت ده انت بتحتاج ان انت تغير الخلفية بتاعت الارت بورد دي. انا مش بقولك غير الخلفية بتاعت الشكل، انا بقولك على حاجة من صميم الدوكيمنت بتاعك اللي انت شغال عليه. انت دلوقتي فاتح دوكيمنت وتشغل عليه خلاص، وعايز ترتاح وانت شغال، ماشي كده، عايز ترتاح وانت شغال، فبتبدأ ان انت تغير اللون عشان ترتاح. يعني انا مثلا شغال في فواتح كتير، يعني جيت مثلا ايه، انا كده مش مختار حاجة اهو، تعالى مثلا اختار لي مثلا لون زي كده، خد بالك، حاجة فاتحة خالص زي كده مثلا، وارسم اهو وهكذا. انا دلوقتي لما يكون عندي الارت بورد غامق هيبقى احسن. طب اعمل ايه؟ هو ده بقى الموضوع. من قائمة فايل بختار document setup، من قائمة فايل بختار document setup، بيطلع لي الشاشة دي، بلاقي عندي هنا خلفية لونها ابيض، لونه ايه، ابيض. هدوس عليه دوسة واحدة يطلع لي باليتة الالوان، هغير لاي لون انا عايزه وهدوس على اوكي. لو دوست دلوقتي على اوكي مش هتلاقي حاجة اتغيرت. ليه؟ لان في اختيار انت كان لازم تعلم عليه تاني من فايل دوكيمنت سيت اب، الاختيار اللي هو سيميوليت كالرد بيبر، علشان يحاكي ايه، يحاكي البيبر بتاعتي اللي انا شغال عليه. حلو، دوس بقى اوكي هيتغير معاك. خدت بالك، انت عايز لون غامق، نفترض مثلا انت الشكل ده مش عندك خلاص، عايز لون غامق عشان يبان الكلام ده، فهتروح جاي عند فايل، تختار دوكيمنت سيت اب، تختار لون بلاك او تهدي شوية كده، وتروح دايس ايه على اوكي، وتروح دايس على اوكي، يظهر لك بالمنظر ده كده. تمام، زي ما انت ما شايف كده. في بعض الاوقات انت بتكون محتاج انك انت تعمل حاجة زي كده. تمام، طيب انا هاجي ايه، ارسم دلوقتي كده اهو كده، ايه الارت بورد لما جيت رسمت اثر على الايه، الفواتح، خدت بالك. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي علشان اقدر اشوف الاشكال بتاعتي في نفس الوقت يكون اللون غامق مش فارق معايا؟ تمام، دلوقتي هو مغطي على الاشكال اصلا، فاهم ازاي؟ ازاي بقى اغير الموضوع ده؟ بص، في عندك من قائمة فيو في اوبشن اسمه Show Transparency Grid،
لما بتدوس عليه اختصاره مكتوب قدامه اهو شيفت كنترول دي، لما بتدوس عليه كده بيبقى بالمنظر ده كده. اللونين اللي انت مختارهم بيبقوا زي ما انت ما شايف كده. بتبدا انت تعملهم بقى على حسب راحتك. يعني ايه؟ بص هقول لك على حاجه، من قائمه فايل ما تنساش دوكيمنت سيت اب، ماشي؟ هنا لو انا اخترت اللونين شبه بعض، يعني ده اللون الاسود اللي احنا اخترناه صح، 52 52 52 صح. بص لو انا جيت هنا ورحت مدخل هنا ار 52 جي 52 بي 52 زيه بالظبط، ورحت داس اوكي، ولو دست اوكي هتلاقي الجريد مش ظاهر منها حاجه الا اللي قدامك ده، والاشكال واضحه قدامك وزي الفل. لما عملت ايه؟ شو ترانسبيرنسي جريد، وتشتغل وكله بالوانه الطبيعيه وجميل وفاتح وكل حاجه زي الفل بفضل الله قدامك اهي، كل حاجه بطبيعتها حلو تمام. فانت هنا بتظبط الجريد اوبشن زي ما انت عاوز، فاهم ازاي؟ هو الموضوع موضوع تغيير الالوان بس بفهم، مش تدخل تغير اللون وخلاص، لا ما احنا نفهم، نفهم عشان اغير اللون او بعد ما اغير اللون ما انا عايز اشتغل، عايز ابقى شايف، عرفت؟ فانت هنا الدوكيمنت سيت اب، لو انت جيت مثلا جيت على اللون الثاني العكسي بالنسبه للجريد يعني، ورحت جاي مفتحه سنه بسيطه كده، خدت بالك؟ ورحت عامل اوكي واوكي، مش تفرق معاك قوي صح؟ خدت بالك؟ فاهم الفكرة ازاي؟ بس لو انا جبت اداة الارت بورد ورحت راسم ارت بورد تانية هتنزل بنفس الشغل بتاعي، لان ده على مستوى ايه؟ الدوكيمنت. ده على مستوى مين؟ الدوكيمنت. لكن لو انا عملت كنترول مع ان لنيو واخترت ورقة جديدة دوكيمنت جديد هتنزل عادي بطبيعتها، ولو انت عايز تغير تغير. يعني كل دوكيمنت بيبقى ليه ايه؟ السيت اب بتاعه خاص بيه، بس احنا نبقى فاهمينه علشان لو حبينا في اي وقت ان احنا نغير اللون بفهم وفي نفس الوقت نكون شغالين صح، نقدر نعمل كده بكل سهوله بفضل الله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الأكاديمية www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.